السلام ورحمة الله وبركاته. هل هلالك شهر مبارك وحلو. ازيك يا حاج عامل ايه؟ انا الحمد لله بنعمة، الحمد لله والشكر لله. يا عم الغيبة الطويلة دي كلها. معلش يا حاج والنعم، كنت مشغولة شوية الفترة اللي فاتت، بعد ما انت عارف الدنيا تلاه. ربنا يغنيكي بحلوها ويكفيكي شر مرها. الله يخليك يا حاج والنبي، يسلم في امك والنعمة، كنت محتاجة الدعوة دي جدا. خلاص ليك عليها، كل ما جينا هنا هدعي لك دعوة زيها. بس انت بتقولي ما تطوليش الغيبة. حاضر عنايا الاثنين. بقول لك والنبي يا حاج، كنت عايزه اشربين كده بس يكونوا حلوين، يعني يستحملوا معايا شويه الفتره. كل بضاعه المحل تحت امري، كل اللي انت محتاجاه. ولا امرني يا حاج. احلى طقم طلع عندك بسرعه من عيني. لا مش ناويين نكمل كلامنا ولا ايه؟ ما انا اللي عندي قلته وانت سمحت. بس اللي عندنا انت لسه ما سمعتهوش. احلى طرح يا حاج. روح لاقي بقى كل اللي يعجبك. بس انا عايزه حاجه تستحمل معايا شويه، مش عايزه حاجه اي كلام. لا ما تقوليش كده اي كلام، ده ايه؟ احنا كل القماش بتاعنا بتاع بلده. دول حلوين. قولي بقى بكام دول يا حاج؟ ايه ده ايه ده ايه ده، ليه كده هتخليني ازعل منك؟ انت جاي تشتميني في محل اكل عيشي. اديك قلت اهو، محل اكل عيشك، يعني انا مش همشي من هنا غير لما ادفعك وادفع ثمن الحاجه اللي انا خدتها. يا ستي ثمنهم واصل. لا ما وصلش، وانا مش همشي غير لما ادفعهم، ولا عايز اسيبهم اسيبهم. طب استني بس، انت مالك حاميه قوي كده ليه؟ يا ساتر يا ساتر. لا 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 ما احبش كده، ما احبش كده. خلاص تعالى يا ابني حاسب الست واعمل لها خصم 90%. ايه؟ 99%. السلام عليكم. السلام. خلي بالك كلب المحل، خلي بالك انت مالك حتبص لك يعني ايه، ده هيفصلني. ايه بتجري كده ليه؟ بقول لك ايه، قول يا حاج. انت عارفه انت يلزمك ايه عشان ترتاحي؟ يا سلام يا حاج، الراحه مش مكتوبه للي زينا يا حاج. انت مكتوب لك تقعدي وتستتتي وتتخدمي كمان. كلنا خدامين لقمة العيش يا حاج. سلام. استني بس، انا مش فاهم انت حاميه قوي كده ليه؟ الله الله الله، الراجل ربنا خلقه عشان لقمه العيش، والست عشان تاكلها. انت يلزمك راجل يصونك ويخاف عليكي ويحافظ عليكي ويشيل عنك الهم ده كله. يا حاج هو في حد يكره الحلال؟ بس بعيد عنك بقى، رجاله اليومين دول ما بقاش ليهم غير في حاجتين بس، الكلام والبصبصه وكوبايتين حلبسه على كورنيش النيل، ودي بقى مش سكتي خالص. طب يا ست خلاص انتهت والاناء، بلاش الحلبسه، هنخليهم كوزين ذره. ولا اقول ايوه كده اضحكي، ايوه كده. طيب لو لقيت الراجل اللي رايد الحلال تفتحي له الباب؟ يا سلام، هو في حد يقف في وش القسمه؟ بس ده لو القسمه هي اللي جابته الباب هيتفتح لوحده. يلا سلام عليكم. مع السلامه. الف مليون سلامه يا حبيبي ابو سميحه. تعالوا خشوا اتفضلوا، ما تخافوش مش هخطفكم. يا عم تخطف مين؟ انت تعرف تخطف نمله؟ خير يا عم شحاته؟ بصوا بقى يا اساتذه، الحاج فواز طلب منا اجيبكم هنا عشان تشوفوا المخازن وتبقوا انتوا المسؤولين عنها. احنا مخازن؟ مخازن يعني ايه؟ مخازن زي الناس، مخازن محتاجه امن ومحتاجه جرد ومحتاجه اداره، وتبقوا انتوا المسؤولين عنها. بس احنا لسه ما اتفقناش معاها عشان نشتغل معاها ولا لا؟ والله الاوامر دي اللي جات لي ان ابلغكم بكلامه، وبعدين انتوا احرار مع بعض، انتوا ولاد عم وماليش اتدخل بينكم. اشمعنى يعني المخازن عايزنا نشتغل فيها؟ ما بالراحه يا عم تسوقي، الشغلانه دي محتاجه يكون ناس بيثق فيها، واظن مفيش اعرف منكم ليه تحافظوا على فلوسه. طب وشغلنا؟ شغلنا دي حاجه تظبطوها بينكم وبين بعض، ظبطوها انتوا مع بعض، انتوا حرين. ايه رايك يا عم النجم؟ يا عم انا مش عارف افكر. بقول لك ايه يا شحاته؟ نعم. ايه الكرافات الرخمه دي؟ وانت مالك يا تسوقي، ده انت رخم قوي. يخيبك يا شحاته، ده دمه خفيف. لا 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 لا
انا شايف ان احنا نعرض الموديلات دي. اشمعنى دول يعني؟ انت عندك حاجات احلى واغلى. القصه مش قصه اغلى يا عمنا، لا انا عايز الموديل اللي عرضه ينفع لاي واحده من اي مستوى، من اي دوله، باي لهجه، باي حاجه. المهم ما يبقاش محلي، ما يبقاش بس لمصر. يعني انا خليت البنت هنا تدور لي على النت وجابت لي موديلات من الدول اللي مشاركه معانا من عرض، بس في حاجات تانيه. ووصلت للنتيجه دي. يا ابني ليه يا حاج؟ دي فكره ذكيه جدا. ما تخافش عليك يا ابن الصياد. ابن الوز عوام. يا وز انت يا عتقي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي حياتك، طمني. كله تمام يا حاج، انا خدتهم ورحت واتكلمت معاهم زي ما قلت لي بالنص. وهم قالوا لك ايه؟ هم اتاخدوا شويه واتخضوا شويه وفي الاخر سكتوا. دول ولاد عمك مش كده؟ هم يا حاج هم يعني. قعدت اخد ودي مع نفسي كده، قلت ممكن الشغل يقربنا لبعض. واشمعنى بقى حكايه المخازن دي؟ خدتها من على لساني يا عم الحاج. هم كمان سألوا نفس السؤال. يعني شغلانه ما امنش عليها حد برانا. وانت مشغول يا حاج في المحلات والطلبيات. هو ده الكلام انا قلت له يا حاج. مش ده اللي في دماغك يا ابن منى؟ بابا انت بقيت خطر قوي يا حاج، خطر قوي يا وز. انت كمان بقيت ابن سوق قوي يا حاج، ابن سوق قوي يا ابن الوز. حلاوتك يا بابا، حلاوتك يا بابا. انا كنت خدت في وشك كده وخرجت من غير ما اسلم على امي ولا اخواتي. جرى يا سعاد.